اسمع بس يا حماده، النهارده في دكاتره المشرط بتاعه بيخلي العجوزه صبيه، واحنا هنعمل لك عمليه تجميل في ظهرك والموضوع خلص، وهندي لك في ايديك 1,000,000 جنيه. ما ببيعش ظهري. بس في ناس بتبيع كليتها. معاك وبيعيشوا بس بيرهنوا على بقيه عمرهم. بس تفتكر بقى لو واحد منهم كليته اللي فاضله دي باظت خسرت، تفتكر ان في حد اهبل هيرضى يديهم كليته؟ خادم باشا، انا صحيح محتاج بس عايش مش ميت، وضهري ده هو اللي معيشني. مش هقدر ابيعهولكوا عشان مش عايز اعيش مكسور العمر كله. بعد اذنك.